مارية أسامة موهبتها التمثيل، من محافظة اسكندرية بدأت رحلة صعودها وقدمت في برنامج الدوم أكبر برنامج لاكتشاف المواهب المصرية. مارية أسامة وديا من اسكندرية، وفي مرحلة الوان مينت تشالنج دخلت مارية بوابة النجوم بالمشهد اللي كلنا شفناه وتفاعل معاه ملايين المشاهدين. ما هذا؟ هذا بيتي، بما هو محطم؟ سعيد جدا بأدائك، شايف ان في موهبة موجودة وانا شخصيا هدي لك. وفي كل مرة كانت بتقدم موهبتها كانت بتقرب من تحقيق حلمها اكتر. على ورق يا نهار اسود، المفتاح. انت عملتي احسن مني. لا طبعا والله، وانا مبسوطة. وفي المرحلة النهائية قدرت تحقق حلمها. وان ما دفعتش الجمعية اللي اخدتها ما بقاش انا. انت كوميدي هايل، عينيكي بتنور. مارية أسامة. والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت لها الفرصة ومضت معاها ثلاث أعمال: إيجار قديم، وبيننا معاد، والأصلي. حقيقة ماريا فاجئتني وكأنها بتشتغل بقى لها فترة قدام الكاميرا. ساكتة ليه؟ هقول إيه يعني يا طارق؟ فجأة طلعتني الست الشريرة اللي بتحاول تبوظ قصة الحب الأسطورية بين كاميليا هانم ورمزي بيه. يا ترى مين اللي هنتكلم عنه بعد الموسم الثاني؟ الدوم بوابة النجوم راجع تاني، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب المصرية في الموسم الثاني قريباً. الدوم بوابة النجوم.